حقيقة موضوع كبير وفي جوانب كتير وموضوع مش سهل أبدا، بس ما هوش مستحيل. فكرة العلاج نفسها مش مستحيلة، وده اللي شجع مجموعة من الشباب متطوعين ان هم يبتدوا ينزلوا على الأرض. في منهم ناس ممكن تكون مرت بنفس المرحلة فبيقدروا ان هم يفيدوا غيرهم، وده أعتقد انه دور مهم جدا على كل متعافي، ان هو ياخد ايد غيره عشان يقدر يوصله ويبقى نموذج قدامه ناجح، بحيث ان هو يشجع اللي قدامه ان هو عايز تبطل هتقدر تبطل وهتبقى انسان جديد. تعالوا نشوف المتطوعين دول عملوا ايه ونرجع نكمل الكلام. المعسكر ده حلقة مهمة جدا في إطار سلسلة من حلقات إعداد الكوادر اللي بيقوم بيها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان. إحنا على مدار يعني الشهر الحالي إحنا تقريبا نفذنا ما يقرب من 8 معسكرات، شارك فيها حوالي 1000 شاب متطوع متواجدين على مستوى كل المحافظات. الفكرة الأساسية إن إحنا بنأهل الشباب وبندربهم على آليات تنفيذ التوعية بمشكلة المخدرات داخل المدارس. بنستهدف من خلال 1000 شاب اللي بيتم تدريبهم الوصول ل 6000 مدرسة. كل شاب متطوع خلال العام الدراسي الحالي هيبدأ في توعية الطلبة على مستوى 6000 مدرسة، وده بالنسبة لنا رقم يعني الحقيقة غير مسبوق في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان. الشباب على مستوى كل معسكر بيكونوا متواجدين معانا داخل 3 أيام، يعني تقريبا في خلال 3 أيام بشكل مكثف جدا. بعد الثلاث ايام بيبقى في اختبارات كمان، يعني قبل ما بياخد الشهاده ان هو يبقى قادر على توصيل المعلومه. وهم كمان برضو يعني معظم الشباب مش لسه متطوعين جدد، لا هم عندهم خبرات سابقه معانا، لكن النهارده احنا بندربهم على الاليات الجديده للتوعيه بالمخدرات عشان ده يبقى دايما يعني اب تو ديت، او يعني بيلم بالاحداث وكافه مستجدات قضيه المخدرات، لان قضية المخدرات الحقيقة فيه يعني كل شوية بيطرأ عليها تغيرات كبيرة جدا. هو عالم بيموج بالتغيرات ولازم نواكب هذا العالم بشكل كبير، خصوصا كمان مع هجمة المخدرات التخلقية اللي بتضرب كل دول العالم، ويعني احنا الحقيقة جزء من دول العالم اللي بيعاني في الفترة الحالية من المخدرات التخلقية وأثرها. احنا أولا الشغل في المدارس بيبقى فيه اختبارات قبلية واختبارات بعدية، بنشوف فيها ايه التغيرات اللي حصلت على مستوى التفكير، على مستوى المعرفة، على مستوى المهارات بالنسبة للطالب. من أهم المعسكرات اللي بيقوم بها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بقيادة الدكتور عمرو عثمان، والحين ده الفوج السادس للمعسكرات التدريبية اللي احنا بنقوم من خلالها بتدريب مجموعة من القيادات الشبابية التطوعية اللي من خلالهم نقدر ننزل بيهم المدارس سواء الترم ده أو الترم القادم إن شاء الله ضمن خطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. الحين مجموعة الأفواج اللي احنا شغالين فيها حاليا الهدف منها هو إعداد متطوع قادر على ان هو ينقل الوسائل المعلومات الصحيحة عن مشكلة الإدمان المخدرات إلى أقراننا اللي موجودين أو إلى شبابنا وطلابنا اللي موجودين في الفئة العمرية اللي هو طلبة الإعدادي وطلبة الثانوي من خلال استخدام المحتوى المرئي. معاك عارف طبعا الميديا والمحتوى المرئي له تأثير قوي جدا، فكون ان احنا نطلع بيهم من جانب التوعية إلى جانب الوقاية، يعني ان احنا نشتغل على زيادة الوعي والوجدان والشعور، وكمان ان احنا نغير الاتجاه، ده كان جزء مهم جدا. المعسكر ده مختلف ومستو ان احنا هنشتغل بآلية مختلفة تماما، ان احنا مش هنشتغل بالمانوال التدريبي اختار حياتك، هنشتغل بفكرة الميديا، اساليب تعليمية من خلال فيديوهات قصيرة وباستراتيجية البرين ستورمينج او العصف الذهني. هيبقى كل واحد فينا مسؤول في مدرسة مثلا يقعد فيها برضو من يوم لثلاث ايام، بس هيقعد في مكان مجهز ليه، يعني غرفة مثلا الوثائق، الحاسب الآلي، وهيبقى في شوية فيديوز كده تشتغل، وبعد الفيديو بنعمل برين ستورمينج للطلاب لكل طلاب المدرسة. يعني احنا المتطوع فينا هيقعد في المدرسة مثلا من اول اليوم لاخره لمدة ثلاث ايام، وطلاب المدرسة كلهم الفصل اللي عنده الكلاس او الحصة او الليسون بتاع الميديا هيجي لنا واحنا قاعدين ثابتين في مكاننا، وطلاب المدرسة كلهم يجوا بالتتابع علينا، فده هيخلق انتشار اكتر للفكرة، وبصورة كمان ان احنا مش هننقل بقى معرفة مباشرة تقيلة للطلاب ويعني ممكن يكون فيه شوية ملل او ضيق، لا يعني
باستخدام الفيديوز واستراتيجيه جديده هيبقى الموضوع مختلف يعني ان شاء الله. جايين الثلاث ايام اللي احنا موجودين فيهم هنا في المستشفى عشان نحضر معسكر اعداد الكوادر التطوعيه عشان نتدرب على اساليب حديثه ان احنا نقدمها للطلاب وفي التربيه والتعليم عموما في المدارس بطرق جديده ومختلفه. ابتدينا في اول يوم ان احنا اخذنا الداتا كامله بالتفصيل عن المخدرات وتقسيمتها من ان هي تخليقيه ونصف تخليقيه وطبيعيه، وابتدينا ان احنا اخذنا تقسيم كل مخدر ده تصنيفه ايه وبيأثر على ايه والماده الفعاله بتاعته. اخذنا داتا شامله كامله عن المخدرات بحيث ان احنا ما نقص ولا معلومه عن المواد المخدره.